جزاكم الله خيرا، كيف تكون زكاة الذهب؟ وضحوا لي بالريال السعودي، وكم جرى من يمكن أن تزكى، أي كم هو النصاب؟ لقد احترنا في الذهب، أحيانا نسمع أنه لا زكاة فيه، وأحيانا أخرى نسمع أن فيه الزكاة. جزاكم الله خيرا، وضحوا لنا المسألة وأفيدونا. إن كانت تقصد بالذهب الذهب الذي تلبسه النساء حليا تتحلى به، فقد اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه. جمهور العلماء على عدم الزكاة فيه، لأنه ملبوس مستعمل مثل المركوب والملبوس من الثياب والمساكن لحاجة الإنسان، فلا زكاة فيه لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال. وذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة فيه لعموم الأدلة، ولأنه وردت فيه أدلة خاصة حكموا بصحتها ودلالتها على الوجوب فقالوا بذلك. فإذا أرادت المسلمة الخروج من الخلاف وبراءة الذمة وهي تقدر على ذلك وتستطيعه، فإنها تزكي الذهب الذي تلبسه. وأما النصاب من الذهب فإنه 20 مثقالا، وهي بالغرامات تصل إلى 92 غراما، هذا نصاب الذهب. وقدره بالجنيهات السعودية 11 جنيها ونصف الجنيه تقريبا، الجنيهات السعودية 11 جنيها ونصف الجنيه تقريبا، وأقل من النصف لكن يجعل حد النصف احتياطا. وإذا أخرج من الذهب فهذا هو الأصل، وإن أخرج من الريالات فبمقدار ما تساوي قيمة الذهب المزكى، بمقدار ما تساوي قيمة الذهب المزكى، يعني بأن يخرج ربع وزنه أو يخرج قيمة ذلك، قيمة ربع العشر. فإذا بلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة وهي مقدار ربع العشر منه، أو ما يعادل ربع العشر من النقود الورقية وغيرها، وهذا يختلف باختلاف أسعار الذهب في الأسواق. نعم.